إضراب عام شهدته اليونان يوم الثلاثاء تلبية لدعوة النقابة المدعومة من عدد من النواب المحليين احتجاجا على خطط تجري مناقشتها في البرلمان وتقضي بإعادة هيكلة الوظائف وخفض عدد الموظفين في القطاع العام بناء على طلب الجهات الدائنة. الإضراب يأتي قبل اقتراع يجريه البرلمان هذا الأربعاء على الإصلاحات التي وافقت عليها اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي كشرط للحصول على 3 مليارات و800 مليون يورو من المساعدات. ويتعين على اليونان أن تلغي من الآن وحتى نهاية العام الجاري 4000 وظيفة في القطاع العام وفرض حركة تبديل تطال 12500 موظف. المشرعون في البرلمان اليوناني يجب أن يتخذوا قرارا نهائيا وهو أمر صعب وعليهم الاختيار بين المجتمع أو الترويكا. النص الذي قدم إلى البرلمان يقضي بوضع 4200 موظف بحلول نهاية الشهر الجاري في مرحلة احتياط لثمانية أشهر يتقاضون خلالها 75% من راتبهم، وإن رفضوا نقلهم إلى إدارة أخرى يجري تسريحهم من الخدمة. الموظفون المعنيون بهذه الخطوة هم موظفو قطاع التعليم والشرطة البلدية.